أوكرانيا اخترقت العاصمة الروسية موسكو بالطائرات المسيرة المفخخة فجر هذا اليوم، وهذا انتقاما من ضربات نفذتها روسيا على أوديسا الأوكرانية. كل هذه التفاصيل طبعا نشرت من عدد من وكالات الأنباء مثل البي بي سي، مثل ذا موسكو تايمز، وأيضا من قبل وزارة الدفاع الروسية، هي التي اعترفت بهذا الهجوم على موسكو وأكدت بأن طائرتين مسيرتين مفخخة أوكرانية هي التي هاجمتها العاصمة الروسية موسكو، وقالوا بأنهم تمكنوا من تحييد هذه الطائرات وإسقاطها بنجاح، ولم تكن هنالك خسائر، لا جرحى لا قتلى. ولكن طبعا بكل تأكيد كانت هنالك لقطات لما جرى فجر هذا اليوم، وهذه واحدة من الطائرات المسيرة وهي تحلق بهذا الشكل فوق العاصمة الروسية موسكو كما ترونها، لا مقاومة لا ضغط، وطبعا هي كانت لقطات مثيرة للغاية فجر هذا اليوم. وهذه لقطة أخرى للطائرة المسيرة الأخرى التي كانت تهدف لتحقيق هدف معين في موسكو. وإذا ما ألقينا نظرة طبعا على طبيعة هذه الطائرة المسيرة أولا لنتأكد، لأن أوكرانيا عادة لا تقول شيئا في هذه المسألة، لا تتبنى مثل هذه العمليات. إذا ما لاحظنا شكل الطائرة المسيرة طبعا بهذا الشكل المميز، وستلاحظ بأنها نوعا ما واضح جدا محملة بالتي ان تي أو بالمواد المتفجرة من الشكل الخاص بها هنا، وأيضا تلاحظ بأن نهاية هذه الطائرة هي تأتي بهذا الشكل المميز أيضا. وبالتالي هذه الطائرة عندما نتابعها ونراجع طبيعة الطائرات المسيرة الأوكرانية ستجد بأنها من نوعية هذه الطائرات، وهذه الطائرة تحديدا وهي طائرة بيفر الأوكرانية التي تأتي أيضا بهذه الطريقة وبهذا الشكل المميز. وهذا يعني بأننا فعلا أمام هذا النوع من الطائرات، أوكرانيا استخدمته في مهاجمة العاصمة الروسية موسكو، وكانت هنالك أضرارا فعلا من هذه الطائرة. على سبيل المثال من هذه الطائرات، واحدة من الأضرار جاءت على هذا المبنى في شارع كاموسوليسكي الذي ترونه هنا. طبعا هذا المبنى قد ضرب، هو مبنى طبعا للأعمال، ليس موقعا عسكريا نهائيا. وكذلك كانت هنالك لقطات لطبيعة هذا الموقع الذي ترونه وطبيعة الضربة التي جاءت على الطابق السابع والطابق الثامن من هذا المبنى، وكذلك أيضا تلاحظ اللقطات التي صورت صباح هذا اليوم بعد الهجوم بالطائرة المسيرة. وستلاحظ طبعا بشكل واضح من هذه اللقطة، إذا ما قارنا الموقع لكي نحاول أن نتأكد من هذا الموقع، ترى بأننا أمام مبنى، يبدو بأننا أمام مبنيين هنا، وكذلك نحن أمام شيء من المتجر الذي لا يبدو بأن هنالك أي مبنى متصل به من الجهة الشمال، وهذا هو شارع كاموسوليسكي الذي تحدثنا عنه طبعا. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي، إلى هذا الشارع الذي ذكرناه لكم الآن، وسنحاول من عملية طبعا التوجه إلى العاصمة الروسية موسكو بهذا الاتجاه، ونتجه إلى الشارع تحديدا الذي ذكرناه. وإذا ما جردنا طبعا الشارع، هذا هو الشارع هنا في المنتصف، بجرد هذا الشارع ستجد بأنك وسط هذا الشارع سترى مباني متطابقة مع المباني التي ذكرناها لكم الآن. ونلاحظ مع التقرب من هذه الصورة إلى الشمال قليلا، ستجد بأننا فعلا أمام نفس العلامات، هذا هو المبنى الكبير، ويبدو بأن المبنيين التي كانت تبدو بأنها كمبنيين هي مبنى واحد في حقيقة الأمر، يأتي بهذا الشكل المميز، وهذا هو طبعا المتجر الواضح، وهذا هو الشارع طبعا الواضح بالنسبة لنا، وهو طبعا شارع مهم للغاية في موسكو ويأتي في عمق موسكو. وبالتالي للتأكد بشكل أكبر نستطيع الهبوط في القمر الصناعي في هذه المنطقة تحديدا للتأكد مما رأيناه، ونأخذ نظرة مباشرة على هذه المنطقة، نراها متطابقة أم لا، ولكي لا نكون مخطئين طبعا. وستجد نفسك فعلا أمام نفس المنطقة، وبأن هذا المبنى هو الذي ضرب بهذا الشكل، وهي ليست منطقة عسكرية كما تحدثنا أو نقطة استراتيجية مثلا استهدفتها هذه الطائرة المسيرة. وواضح بأنهم بمجرد ما تصدت وزارة الدفاع الروسية لهذه الطائرة جاءت وضربت هذا المبنى. ولكن الطائرة الأخرى التي سقطت على إحدى المواقع الأخرى أيضا ليست بالبعيدة من النقطة التي نتحدث عنها، كانت خطيرة نوعا ما، وكانت اللقطات من عملية سقوط هذه الطائرة هي طبعا جاءت بهذا الشكل الطولي الذي ترونه، ظهرت عدد من العلامات في هذا الموقع. وكذلك سنلاحظ أن مسائل مهمة لكي نحدد هذا الموقع، خاصة وأن الروس لا يقولوا شيئا، يقولوا بأنها سقطت على مباني عادية لم تحقق أي هدف. تلاحظ هذا المبنى هو الذي استهدف، وتلاحظ بأن هنالك مبنى ملاصق له، وليس هنالك مبنى إلى اليمين، وهذه مسألة مهمة
لتحديد هذا الموقع، وهو يأتي في شارع ليك خاكوفا طبعا. وأيضا سنلاحظ بأن إلى الشمال هنالك مبنى كبير وكأنه مبنى حكومي يأتي بهذا الشكل الذي تلاحظونه، مع علامة طبعا في الشارع أو لوحة إعلانات تأتي قريبة أو مقابلة لهذا المبنى. وأيضا ما ظهر من اللقطة إلى اليمين ظهرت منطقة وكأنها منارة، مبنى وكأنه منارة مرتفعة أو ساعة مرتفعة. المهم بأن هذه علامة ستفيدنا كثيرا بالسير بهذا الطريق الذي تحدثنا عنه عندما نحاول جرده في موسكو. بالتالي نبتعد الآن من المنطقة التي تحدثنا عنها والتي تأكدنا فعلا بأنها كانت في موسكو وفي عمق موسكو، الشارع الذي تحدثنا عنه وهو ليك خوفا طبعا أو ليك خاكوفا في حقيقة الأمر، هو يأتي هنا بعد هذا الجسر الذي ترونه. وبالتالي نحن بحاجة للسير بهذا الطريق إلى الأمام، وسنلاحظ ونبحث طبعا عن المنارة التي تحدثنا عنها. ستلاحظ بأن مثل هذه المنارة أو مثل هذه المنطقة ليست موجودة بهذا الاتجاه ولا حتى هنا في هذه المنطقة إلى اليسار من هذا الطريق، ولكنك ستجدها هنا في هذه المباني المميزة والمنطقة المميزة. هنا تحديدا هذه هي تبدو متطابقة مع ما رأينا، ليست متصلة هذه النقطة بالمبنى الذي طبعا ذكرناه، وبالتالي كل شيء يبدو متطابقا مما نراه الآن من طبيعة الوصف الذي جاء من الأوساط الروسية والأوكرانية. أنت أمام المنارة، ليس هنالك اتصال بين المبنيين، وهذا هو المبنى الذي هو طبعا متصل بهذا المبنى الكبير، وبالتالي هذا يعني أن هذا المبنى فعلا هو الذي استهدف تحديدا بالهبوط بالقمر الصناعي لكي ننظر بهذا الاتجاه لنتأكد من العلامات التي رأيناها، ومن ثم الهبوط إلى هذه النقطة أيضا ومحاولة تحديد والنظر وإلقاء نظرة على هذه المنطقة، ونحاول أن نعرف ما هو هذا المبنى الكبير الذي رأيناه الآن ولماذا هو سيكون مهما بالنسبة لنا. ستلاحظ بالهبوط كما لاحظنا أنك أمام نفس العلامات، المبنى الكبير، المبنى الملاصق، والمنارة أو النقطة المرتفعة التي نلاحظها. وأيضا ستلاحظ هنا بعد التقدم من هذه المنطقة والنظر إلى المبنيين، ستلاحظ بأننا فعلا أمام نفس النقطة التي سقطت فيها الطائرة المسيرة الثانية. ومن حسن الحظ أن هنالك تعريفا لهذا المبنى الكبير الذي رأيناه الآن، بالتالي بمجرد النقر على هذا التعريف الخاص بهذا المبنى من جوجل إيرث، أي شخص يستطيع الوصول إلى هذه النقطة سيجد بأننا بمجرد ما نحصل على التعريف عن هذا المبنى والاقتراب منه سترى بأنه مكتوب عليه قاعدة عسكرية military base، وإذا ما وضعنا كل ما هو مذكور بالروسي طبعا إلى العربية ستجد بين ما هو ذكر هي الفرقة العسكرية المركزية بوزارة الدفاع، وأيضا في نفس الوقت بأن ما ذكر من إحدى المصادر الأخرى وعدد من المصادر الأوكرانية والروسية ذكرت بأن المبنى الذي استهدف من قبل هذه الطائرة المسيرة هو مبنى الأمن السبراني التابع لوزارة الدفاع الروسية. وبالتالي النقطة الثانية التي استهدفت هي ليست نقطة عادية ولا يمكن الاستهانة بها أبدا. في نفس الوقت الذي تمت فيه مهاجمة العاصمة الروسية موسكو كان هنالك أيضا هجوما قد جاء أساسا على شبه جزيرة القرم ب15 طائرة مسيرة، تم الهجوم بهذا الشكل بحسب موقع ريبار الروسي، هو الذي اعترف بهذه المسألة في 24 من يوليو اليوم طبعا، وقد تحدث بأن الهجوم كان قد انطلق من منطقة ميكولايف، وذلك لأن الروس قد ضربوا العديد من البنى التحتية الخاصة بالطائرات وطائرات المسيرة الموجودة في أوديسا التي استخدمت كنقطة للهجمات طبعا على شبه جزيرة القرم. بالتالي الطائرات المسيرة بشكل عام حلقت بهذا الشكل وحاولت أن تحقق عددا من الاستهدافات. القوات الروسية طبعا والدفاعات الروسية بحسب وزارة الدفاع الروسية قالت بأنهم تمكنوا من إسقاط جميع هذه الطائرات المسيرة، هي في حقيقة الأمر 11 طائرة مسيرة، وأيضا في نفس الوقت كانت هنالك 4 صواريخ من صواريخ ستورم شادو كانت أطلقتها طائرات السوخوي 24 الأوكرانية، أطلقت هذه الصواريخ على عدد من النقاط الموجودة في شبه جزيرة القرم في جانكوي على سبيل المثال وغيرها، مستهدفة مستودعات للذخيرة صباح هذا اليوم. وفعلا جاءت اللقطات لترينا بهذا الشكل كما تم تصويره بأن كانت هنالك ضربة على إحدى المستودعات
المزروعات الخاصة بالذخيرة الموجودة في تلك المنطقة، وأيضا كان هنالك استهدافا كبيرا يوم أمس لمستودع للذخيرة كبير للغاية هنا في هذه المنطقة العسكرية التي اتضح بأنها إحدى المطارات العسكرية الموجودة في شبه جزيرة القرم من صور الأقمار الصناعية كما تلاحظون، صورة حديثة للغاية يوم أمس نشرت عن طبيعة هذه الضربة التي جاءت بصاروخ ستورم شادو البريطاني، وأيضا فرنسا زودت أوكرانيا بهذا النوع من الصواريخ، وتلاحظ الانفجار ليس عاديا كما هو واضح، وأيضا كانت هنالك ضربة ضد المصافي النفطية، إحدى المصافي النفطية في شبه جزيرة القرم جاءت صورها بهذا الشكل. بالتالي يوميا هنالك ضرب للبنى التحتية العسكرية والنفطية في شبه جزيرة القرم من قبل الأوكرانيين، وبالتالي هذه الهجمات إن كانت على موسكو وإن كانت على شبه جزيرة القرم هي في حقيقة الأمر جاءت بعدما توعد زيلينسكي بالانتقام من الروس. من ماذا ينتقم؟ الانتقام من هجمات دموية قامت بها روسيا على أوديسا تحديدا الساحلية المطلة طبعا على شمال البحر الأسود، وطبعا تم تأكيد يوم أمس بحسب السي بي اس نيوز الأمريكية بأن 19 صاروخا قد استخدمت من قبل القوات الروسية في ضرب البنى التحتية الموجودة في أوديسا، وطبعا هو توعد بهذه الهجمات وفعلا تم، وكان هنالك هجوما على موسكو وكان هنالك هجوما أيضا كبيرا على شبه جزيرة القرم، لكن روسيا لا تتوقف أبدا من دك أوديسا. على سبيل المثال صباح هذا اليوم في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم كانت هنالك ضربة روسية كبيرة قد جاءت على أوديسا، كما تلاحظون انفجار كبير للغاية قد جاء في هذه المنطقة. وطبعا بشكل عام الأوكرانيين واضح جدا بأنهم عندما يقوموا بعملية الاستهدافات في هذه المنطقة في شبه جزيرة القرم هي تأتي كعمليات مكثفة بعد ضربهم لجسر شبه جزيرة القرم، جسر كيرش. فطبعا كما نلاحظ هنا أن ضربة جسر كيرش هنا قد أثرت كثيرا من خلال الطرق التي تستخدمها القوات الروسية في عملية الإمداد اللوجستي للقوات الروسية الموجودة مثلا في خيرسون على سبيل المثال أو الموجودة في زاباروجيا بشكل عام، وبالتالي ضرب هذا الطريق وهذا الجسر أوقف المعدات وكذلك المركبات العسكرية والدعم اللوجستي العسكري في هذه المنطقة، وهذا يعني بأن ليس هنالك أي نقل لهذه القوات الروسية، أصبحت بلا دعم من اتجاه شبه جزيرة القرم، وهو نفس الأمر بالنسبة لسيفاستوبول كما نلاحظ بأنه قد توقف الدعم لأنه يأتي بهذا الاتجاه ومن ثم يأتي بهذا الاتجاه لسيفاستوبول، وكذلك بشكل طبيعي توقف أي دعم إن كان إلى ميليتابول أو توكماك إلى الجبهات المشتعلة هنا مع القوات الأوكرانية. واضح أن الأوكرانيين بضربهم لهذه المنطقة هم يحاولون عزل شبه جزيرة القرم قدر الإمكان للتقدم اتجاه هذه المنطقة للسيطرة عليها باتجاه خيرسون طبعا عبر نهر دنيبرو. لكن طبعا بالنسبة لروسيا هي منتبهة لهذه المسألة تماما، وهي تستخدم قدراتها الجوية كثيرا في عملية استهداف القوات الأوكرانية التي تمكنت من عبور نهر دنيبرو إلى قرية داتشي، يستهدفونها بشكل عنيف وكبير وفعال في نفس الوقت. وإذا ما ألقينا نظرة عن طبيعة تصوير لهذا الجسر، جسر أنتونوفسكي في قرية داتشي، هنا عدد من النقاط تستهدفها ويستهدفها الطيران الروسي بفاعلية كبيرة للغاية، يضربون النقاط الأوكرانية، يحاولون تعجيز الأوكرانيين وجعل الأوكرانيين لا يفكروا أبدا في عبور النهر وإيقاف الخطر الذي ممكن أن يكون قادما في الأسابيع القادمة أو الأشهر القادمة تجاه شبه جزيرة القرم. ليس هذا فحسب، بل إن الأوساط بشكل عام إن كانت الأوكرانية وإن كانت الصحافة الغربية توضح أن الأمور ليست سهلة على الأوكرانيين. على سبيل المثال الكييف بوست كانت واضحة في 48 ساعة الماضية، أخذت بعض الأحاديث من عدد من الجنود الأوكرانيين أكدوا بأن كل 100 متر في كل جبهة يتقدمون بها بمجرد التقدم يخسرون من 4 إلى 5 رجال في الجبهة. الأمر ليس سهلا أبدا، بل بالإضافة إلى ذلك أن الوول ستريت جورنال كانت قد وضحت في حقيقة الأمر بأن قلة الإمداد بالأسلحة للأوكرانيين وكذلك قلة التدريب نوعا ما تجعل الأمور خطيرة بالنسبة لهذه الحرب وبالنسبة للأوكرانيين بأن الحرب قد تتوقف عند نوع معين تجاه الروس، لا الأوكرانيين
الأوكرانيون يتقدمون ولا الروس يتقدمون، قد تتقدم روسيا أساساً، وبالتالي ستولميت، هذا هو الوصف الأساسي الذي جاء في الوول ستريت جورنال لطبيعة هذا الوصف طبعاً منها وما ذكر من هذه الصحيفة المهمة. أيضاً الواشنطن بوست كانت قد أكدت يوم أمس بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مستعجلة أبداً، ليست في عجلة من أمرها من إرسال الصواريخ البعيدة المدى الأمريكية لأوكرانيا، وطبعاً نتحدث عن الأتاكمز الصواريخ المهمة التي تبحث أوكرانيا عن الحصول عليها بالإضافة إلى طائرات F-16. هنالك تباطؤ في الأمور لأوكرانيا، وهو يوضح لنا أن الأمور ليست بالسهلة، بل أن روسيا تستغل مثل هذه المسائل تحديداً في هجوم الآن تنفذه من لوغانسك تجاه خاركيف، وبدأت القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في هذه المنطقة، وتحديدا من هنا من سفاتوفا. إذا ما تقدمنا من جبهة سفاتوفا ومن هذه المنطقة التي سنراها الآن بالنسبة للمنطقة التي تعدت فيها، طبعا دعونا نتخلص من هذه أو من هذه النقطة، وسنلاحظ بأننا بمجرد ما نقترب من هذه المنطقة كرازيمينيفكا طبعا في هذا الاتجاه، القوات الروسية حققت تقدما لا يصدق، ولا أحد يستطيع حقيقة أن يعرف كيف من أن الهجوم المضاد الأوكراني تحول الآن إلى هجوم مضاد روسي. وستلاحظ كيف أنهم يتقدمون مع أيام، هنا نحن في 17 يوليو، ستلاحظ بأنهم عبروا في البداية نهر زربست، لاحظ كيف تعدوه وكيف عبروه في الأيام الماضية، هذا هو النهر كما تلاحظ، عبروا هذا النهر، تقدموا بشكل أكبر بعد ذلك، لاحظ كيف هم تقدموا وفتحوا جبهة أكبر، وبعد ذلك بالابتعاد ستجد بأنهم هنا عادوا وتقدموا بشكل أكبر وفتحوا نقطة هائلة استراتيجية بالنسبة لهم عبر نهر زربست. وواضح جدا أن الخطة للقوات الروسية هي التفكير بشكل جدي للوصول إلى ستابوفا التي تعتبر عقدة مواصلات مهمة جدا لهم للسيطرة على المناطق الأخرى ولمهاجمة هدف استراتيجي أكبر. ما هو هذا الهدف يا ترى؟ الهدف ببساطة بالنسبة للروس الآن هو محاولة السيطرة على كوبيانسك واستغلال التقدم الذي حققوه هنا في هذه المناطق من لوغانسك للوصول إلى نهر أوسكال، وبالتالي هذه المنطقة يريدون حجزها بالكامل لهم. وطبعا هنا نتحدث نحن عن خاركيف طبعا بالنسبة لروسيا وما تريد السيطرة عليه، وأيضا التقدم إلى ليمن، لأن ليمن ستكون نقطة استراتيجية في التقدم إلى سيفريسك وإلى سلوفيانسك وكراماتورسك، هذه المدن الرئيسية الموجودة في دانييتسك، وبالتالي تسيطر على كل شيء، تنتهي السيطرة على لوغانسك وعلى دانييتسك، وحققوا هدفا هائلا جدا في هذه الحرب طبعا في إقليم دونباس، وأصبح لهم بالكامل 100%. هل سيستطيعون من تحقيق ذلك؟